مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع، والتي سنتحدث في جزئها الأول عن حالة الاستقطاب التي تشهدها محافظة الحسكة هذه الأيام، وكذلك عن أسباب عودة نواف البشير إلى حضن الأسد في هذا الوقت تحديدا في ظل الأوضاع التي تشهدها المحافظة. يسعدنا أن نستضيف في هذا الجزء الأستاذ مهند الكاطع، الكاتب والباحث السياسي. حياك الله أستاذ مهند معنا في هذه الحلقة. محافظة الحسكة بالفعل تشهد ربما بوادر حرب خفية بين نظام الأسد والفصائل الكردية الانفصالية، وربما يعني تنافس لاستقطاب المرتزقة للفصائل الكردية الانفصالية من جهة، وكذلك للفيلق الخامس التابع لنظام الأسد من جهة أخرى. هل نتحدث عن انتهاء وشيك للزواج المؤقت أو زواج المتعة الذي جمع بين نظام الأسد والفصائل الكردية الانفصالية في الحسكة؟ الواقع أن يعني ما يسمى اللقاء الذي جمع الفصائل الكردية الانفصالية، أو ما نعبر عنه بفصائل التابعة لحزب العمال الكردستاني التي يعني أصبح اسمها قوات سوريا الديمقراطية، يعني هو بدأ منذ بداية الثورة، وتحديدا منذ نهاية سنة 2011 عندما قام النظام السوري بتسليم يعني هذه الفصائل، العديد من مرافق الدولة في محافظة الحسكة، ويعني جعلها حارسة حدود مع الحدود شمال العراق ومع بعض النقاط الحدودية مع تركيا، وكان الغرض الأساسي لذلك يعني تخفيف الجبهة. النظام يعني حاول أن يخفف عبء تغطية محافظة الحسكة، ومحافظة الحسكة محافظة واسعة يعني تقدر مساحتها ب 23 ألف كيلومتر مربع، فكانت هناك مصلحة متبادلة بين النظام وبين استخدامه لفصائل أو مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين يعني قسم كبير منهم من المقاتلين القادمين من تركيا ومن إيران. أعود إلى سؤالك بالنسبة يعني هل انتهى عصر استخدام النظام لحزب العمال الكردستاني؟ أعتقد بأنه يعني من المبكر أن نتحدث أن يعني هذا العصر انتهى تماما. النظام لا يزال أمامه ثوار في إدلب، ولا يزال لا تزال يعني الكثير من المناطق السورية قابلة للاشتعال بأي لحظة، وقابلة لمواجهة حقيقية مع النظام، والنظام لا يستطيع الآن المغامرة بفتح جبهة مع حزب العمال الكردستاني. هو يريد استخدام عناصر حزب العمال الكردستاني إلى آخر لحظة، وعندها يستطيع التخلص منهم إما بإعطاء ضوء أخضر يعني لمقاتلي الحشد الشعبي للتوجه إلى منطقة الجزيرة، أو حتى يعني بإمكانه التسليح وعشائر من المنطقة لاستخدامهم ودعمهم جويا لمحاربة حزب العمال الكردستاني، أعتقد الذي سيكون محاصرا بين الشمال من جهة الشمال يعني القوات التركية ومنطقة الجزيرة السهلية الخالية من أي معالم جغرافية يمكن له أن يختبئ بها. نعم، هذا فيما يتعلق بعلاقة نظام الأسد بالفصائل الكردية الانفصالية، لكن ماذا عن المؤسسات الكردية فيما بينها؟ هل نتحدث عن مشروع واحد؟ هل نتحدث عن خلافات تصل إلى مستوى الخلاف حول مستقبل هذه المحافظة في سوريا؟ يعني دعنا نكون صريحين وواضحين، محافظة الحسكة هي محافظة يبلغ بها الأخوة الأكراد، يبلغ عددهم 26% من محافظة الحسكة. محافظة الحسكة 1.5 مليون نسمة، محافظة تعتبر هي خزان الغذاء السوري، والثروة النفطية كلها مجتمعة في محافظة الحسكة. هناك أطماع بتحويل محافظة الحسكة اللي كانت حتى سنة 1952 تسمى محافظة الجزيرة، يعني هي من المحافظات الشرقية منطقة الجزيرة الفراتية، يعني هناك أطماع لتحويلها إلى كردستان يعني أو جزء من كردستان الموعودة، يعني شبيهة بإقليم كردستان العراق.
مع أنه الفارق شاسع، يعني كردستان العراق هناك فرق شاسع سواء بالديموغرافيا السكانية، العلاقة التاريخية، الجغرافيا. سوريا يعني غير صالحة لتكوين أي كيان انفصالي أو أي صيغة من لكيان قومي كردي على أراضيها. أعود لسؤالك بالنسبة للفصائل الكردية، يعني فيما يتعلق بمشروع كردي، هي تحمل ذات المشروع، كلها تريد أن تأخذ ثلث سوريا، تدعي بأن يعني المناطق ريف حلب الشمالي بالكامل تريد احتلاله، مع أنه لا تشكل فيه يعني أكثر من 12%، تريد احتلال ريف إدلب التي لا تملك أي قرى كردية فيه، تريد أن يعني تأخذ ثلث سوريا. لكن يعني هناك يعني الأحزاب الكردية فيما بينها تختلف أو يعني يستقطبها مشروعان. المشروع الأول هو المشروع البرزاني بقيادة مسعود البرزاني في شمال العراق، وهذه تمثل الأحزاب اللي موجودة الآن ضمن كتلة الائتلاف، وهي تطرح الآن مشروع ما يسمى كردستان سوريا، دستور كردستان سوريا. فيما حزب العمال الكردستاني هو يستقطب المشروع الآخر وبقيادة عبد الله أوجلان، ويطرح ايضا دستور لكن يسميه دستور روج افا او دستور، نعم، غربي كردستان. يعني هناك فقط اختلاف بالمصطلحات، لكن هناك النتيجة يعني واحد، اهداف حقيقيه اقتطاع سوريا. نعم استاذ مهند، بالنسبه لعوده نواف البشير الى حضن نظام الاسد وهو شيخ قبيله البقاره، وخروجه على قناه العالم الناطقه باسم حكومه ملالي ايران، فهم منه البعض محاولة من إيران لاستثمار ورقة جديدة في منطقة الحسكة، خاصة بعد ظهور ربما بوادر هيمنة روسية على بعض المناطق التي شاركت إيران في إخضاعها لنقل. ما قراءتك لمثل هذه الرؤية؟ يعني أعتقد أن أول شيء نواف البشير هو شيخ عشيرة كما وصفته، هو العشيرة بلا شك هي عشيرة كبيرة، يعني عدد سكانها يتجاوز ربما المليون نسمة، موزع في دور تحديدا ونسبة أقل في الحسكة ونسبة كبيرة أيضا في حلب وريف حلب. لكن نواف البشير حقيقة هو لم يشغل منصبا مهما أو بارزا، كما أنه عندما يعني خرج من سوريا لم يكن يشغل منصبا في يعني النظام السوري، إلا يعني كل ما في الأمر أن إيران حاولت استثمار عودة نواف البشير، حاولت ربما يعني لزيادة يعني موضوع أنه تلعب على وتر أنه المعارضة أخفقت وأن هناك معارضين بارزين قد عادوا إلى سوريا، والحقيقة ليست كذلك. نواف البشير يعني حتى خروجه من سوريا الكثير من وضع إشارات استفهام حول خروجه من السجن بسرعة من سجون النظام السوري في بداية الأحداث، وثم توجهه مباشرة إلى الخارج وانضمامه إلى معارضة الخارج. على أي حال أعتقد بأن عودة نواف البشير لن تكون يعني سوى مرحلة مؤقتة وفقاعة لن تؤثر على مسار الثورة السورية، وأعتقد أن يعني مشروع إيران القائم على الاعتماد على بعض القبائل أو محاولة استثمار نسب بعض القبائل ويعني استثمارها في مشروع التشيع ربما لن بتصوير نواف البشير واستعراضه عبر عدسة العالم. نعم، هل يمكن أيضا أن يوضع أيضا يعني عودته إلى نظام الأسد في إطار التمهيد لتوسع لنقل لوجود قوات الحشد الشعبي الشيعي العراقي في محافظة الحسكة؟ يعني أعتقد بأن الآن يعني في ظل الأوضاع التي تجري في العراق، وبلا شك قوات الحشد الشعبي سواء على الجبهة العراقية أو على في الجبهة السورية يعني خسرت كثير من قواتها وبحاجة إلى دعم بشري، كيان بشري، ربما يتم استثمار عودة نواف البشير لحشد بعض مقاتلي العشائر أو مرتزقة العشائر الهامشيين في حرب يعني في سوريا أو ضد الثوار، استثمارهم في ضد الثوار، أو ربما استثمارهم في محرقة في الحسكة ضد القوات الكردية لاحقا. يعني هذا وارد طبعا، ويعني أعتقد بأن المعارضة اليوم
يجب أن لا تقع بالفخ الذي نصبه النظام وأن تهتم بهذا الحدث يعني اهتمام بالغ أو إعطائه أكبر من حجمه. أنا برأيي الشخصي تقدير الشخصي أن عودة نواف البشير يعني ليست بهذا القدر من الأهمية التي يمكن التعويل عليها أو الخوف منها أو أنها ستحدث يعني انقلابا في 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 موازين القوى في سوريا. نعم، لكنها ربما أيضا تشكك في يعني مصداقية الكثير من مؤسسات المعارضة التي ربما مثلها مثل أو مثل هذه الشخصيات. يعني هي تعكس بلا شك تعكس يعني تعكس ستعكس فشل وستكون ستشكل صورة سلبية. والحقيقة أن الصورة ليست بهذا التفاؤل عن المعارضة السياسية إن صح التعبير. يعني التعويل هو على الشعب السوري الصامد، الشعب السوري الذي لم يستسلم حتى الآن، الثوار السوريين الحقيقيين الذين استثمروا حتى إيقاف لحظة إيقاف إطلاق النار للخروج بمظاهرات والتعبير عن رفضهم لنظام القمع والقتل والاستبداد. يعني هؤلاء هم يعني من يعول عليهم الشعب السوري. المعارضة السياسية للأسف أمثال نواف البشير كثر. لذلك أقول للشعب السوري أن يعني لا يتفاجأ حتى إذا خرج أمثال نواف البشير وعاد إلى 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 نظام الأسد لا يستغربوا كثيرا. يعني هناك طبعا منهم مناضلين أحرار عانوا من النظام ويعني هم جديرين بقيادة المعارضة السورية، ومنهم من أصنف الذي ينتمي إليه نواف البشير. لذلك الثورة السورية لا تتعلق لا بهيكل من هياكل المعارضة السورية ولا بشخصية سياسية، والثورة السورية مستمرة بصمود شعبها وبرغبة أبنائها يعني بتحقيق بلد المواطنة والقانون للجميع. نعم، حتى لا نعطي موضوع نواف البشير حجما أكبر من المطلوب، لكن اسمح لي بسؤال عن إمكانية التخلص من نواف البشير ربما بعد انتهاء دوره الذي رسم له وإلقاء ربما اللائمة بعد ذلك على المعارضة السورية. يعني انت يعني اليوم يعني فعلا يعني تضرب على الوتر الحساس بهذا السؤال، لانه هذا متوقع جدا. يعني النظام السوري يعني مستعد لاستخدام الاشخاص مره ومرتين واغراءهم ويعني استخدامهم مره اخرى، لكن بالفعل النظام لن يعني ينسى ربما يعني ما سببه نواف البشير ربما إعلاميا على الأقل من إحراج للنظام كونه يعني زعيم قبيلة يعني لا يستهان بحجمها. لذلك يعني ربما يعني الخطوة القادمة ستكون إذا نجح نواف البشير أو فشل في مهمته الجديدة في وولائه الجديد لرأس النظام السوري، أعتقد أنه سيتم التخلص منه وربما سيتم رمي أكاليل الزهور عليه من قبل النظام كونه شهيد للدفاع عن نظام الممانعة والمقاومة. نعم أخي مهند، في سؤال أخير، إلى أين تتجه محافظة الحسكة في ضوء المؤشرات التي تحدثنا في بداية الحلقة؟ يعني أعتقد يعني محافظة الحسكة كما قلنا هي ذات أغلبية عربية مهمشة، أغلبية عربية مغلوب على أمرها، أغلبية عربية تتوزع على مساحة شاسعة 23,000 كيلومتر مربع، أغلبية عربية عندما حاولت الحراك وعندما دخلت بعض الفصائل الثورية قبل ظهور داعش وقبل ظهور أي من الـ 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 يعني الـ الـ المجموعات التي يتم اتهام الشعب السوري وقتل الشعب السوري بحجتها قبل ظهور هذه كلها، دخلت بعض الفصائل الثورية من جيش الحر إلى محافظة الحسكة ريف الحسكة، وتم استهداف محافظة الحسكة وتم بالطيران وغارات أكثر من 500 غارة على ريف الحسكة. هذا كان مغيبا تماما عن الإعلام. يعني الميليشيات الكردية ارتكبت الوضع الآن ويعني في المستقبل القريب، يعني أعتقد بأنه لا خطورة استراتيجية على يعني موضوع التغيير الديموغرافي الذي فشلت قوات حزب العمل الكردستاني باستثماره. أعتقد بأن نسبة الأكراد الأخوة الأكراد التي كانت بحدود 26% انخفضت إلى النصف بسبب سياسات حزب العمل الكردستاني لكل مخالفيه سواء من العرب أم من الأكراد. تأثر ربما المكون العربي رغم حرق أكثر من 52 قرية عربية في محافظة الحسكة، تأثرهم بموجة الهجرة كان الأقل مقارنة
مع المكون الكردي في الحسكة. لذلك لا أعتقد بأن المشروع الكردي ناجح، لأن الجغرافيا السورية وجغرافية الحسكة بشكل خاص وهوية الحسكة أعتقد بأنه من الصعب تغييرها بإطلاق بعض المسميات أو تكريد بعض المدن والقرى، أو بنشر بعض فصائل ارتزاقية قادمة من جبال قنديل ومن تركيا ومن إيران. نعم أستاذ مهند، كان من المفترض أن يكون هذا سؤالي الأخير، لكن حديثك أيضا عن داعش يعني ذكرني أيضا بمحور آخر، يعني معطى وجود داعش إلى أي مدى يمكن استثماره لتبرير وجود قوات النظام والقوات الفصائل الكردية في محافظة الحسكة؟ تماما. يعني داعش كما تعلم هي شماعة، يعني استخدمها النظام كما يستخدمها الروس، كما تستخدمها قوات حزب العمال الكردستاني الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب، التي ترتكب كل يوم مجزرة بحق المدنيين في سواء في سوريا أو في تركيا. ولذلك يعني هي فعلا هي شماعة استخدمها من لديه أهداف سياسية. حتى في شمال العراق قوات البشمركة استخدمت ذريعة داعش للتوسع في مناطق وأراضي العرب في سهل نينوى ومحيط الموصل. يعني داعش بلا شك يعني هي المرسوم لداعش ليس من قبل السذج الذين ينتمون إلى داعش دون دراية، لكن من قيادات داعش مرسوم لهم كل خطوة يقومون بها، وحتى تمويل السلاح وتمويل المال وحركاتهم ودخولهم للمدن وتسليمهم وعمليات ومسرحيات الاستلام والتسليم لبعض المدن دون قتال. لم تحدث أي مواجهة حقيقية بين النظام وداعش، لم يحدث أي قصف لداعش من قبل الروس ولا حتى من قبل الأمريكان، لم تحدث أي مواجهة حقيقية بين قوات الكردية وداعش باستثناء مسرحية عين العرب التي كان الغرض منها تدمير عين العرب والتباكي عليها وإحراز محاولة إبراز تفوق كردي في طرد قوات داعش إعلاميا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مهند القاطع. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعده بقية هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذه الحلقة للحديث عن تجربة مدنية في محافظة درعا. ينضم إلينا الدكتور أشرف الحريري الناطق باسم هيئة الإصلاح في حوران. حياك الله دكتور أشرف. بداية، ماذا نعني بهيئة الإصلاح في حوران؟ هيئة الإصلاح في حوران هيئة مدنية مستقلة تضم وجوه وحكماء ومثقفي وجهاء حمايل حوران للسعي في الوصول بالمجتمع الحوراني إلى سوية أفضل، ولتجنب الأخطاء والمشاكل الموجودة فيه. نعم، إذن نحن نتحدث عن هيئة مدنية تعنى بجانب الإصلاح وتركز على إصلاح ذات البين، هكذا؟ أكيد، بشكل أكيد لاجب أن نركز على كلمة مدنية، ممكن أن تضيف لها شعبية، يعني هي ذات طابع شعبي تماما كما هو المجتمع الحوراني، مجتمع متنوع الأهواء، متنوع الاتجاهات، ممكن أن تقول متنوع المفاهيم. كذلك هيئة الإصلاح سعت لاستقطاب كل وجوه حوران، كل وجوه الإصلاح في حوران على اختلاف مشاربهم. نعم، هي هيئة مدنية وضعت لنفسها اسم الإصلاح، الإصلاح بكل معانيه بكل مفاهيمه، وعلى الأخص وبدرجة أكبر إصلاح ذات البين الذي نحن بحاجة له بدرجة ماسة في هذه الأيام. تعرف أن هناك هنا السؤال، ما الذي شيء من الفوضى، شيء من انتشار سلاح، ما الذي دفع إلى تشكيل هذه الهيئة؟ الحقيقة أنه الهيئة تشكلت في 11/2015. الفكرة بدأت قبل 3 أشهر عند بعض الناشطين، أطلقنا عليهم اسم لجنة مبادرة. الحاجة أم الاختراع، وجدنا أن المجتمع الحوراني بحاجة إلى من يسعى إلى الإصلاح، بحاجة إلى من يسعى لرأب الصدع، بحاجة إلى من يسعى لتقريب وجهات النظر، بحاجة إلى من يسعى إلى درجة من درجات التعاون والتنسيق بين المفاصل الثورية الحورانية. بدأت هذه الفكرة ثم أخذت تتطور رويدا رويدا حتى وصلنا إلى هيئة إصلاح في حوران. الجميع يعقد عليه الآمال
لإصلاح ما فسد بعد عدة سنوات من الثورة. نعم، إذن أشكل الأنشطة التي تعنون بها دكتور لتحقيق أهدافكم؟ الجانب الأبرز الذي ميز هيئة الإصلاح هو إصلاح ذات البين، ولنا الحمد لله رب العالمين لمسات مشهود لها في المجتمع الحوراني منذ سنة وشهرين من تأسيس هيئة الإصلاح، ويمكن أن نعد سلسلة قد تكون طويلة وطويلة جدا من الجهات التي دخلت فيها هيئة الإصلاح، من المشاكل التي دخلت فيها هيئة الإصلاح، والحمد لله استطاعت أن تصل إلى حلول مرضية للأطراف كلها وحقن الدم ورأب الصدع، لكننا لن ولم نكتفي أصلا بإصلاح ذات البين، نحن نحن بإصلاح بشكل عام كل جوانبه. مثلا لنقل عندنا مجلس محافظة، عندنا مجالس محلية، لنقل عندنا دار عدل وهي سلطة قضائية في حوران، نحن نسعى بالتعاون معهم وبالنصح وبالموعظة الحسنة إلى محاولة الوصول إلى سوية أفضل بكل الجوانب الثورية في حوران. نعم، هذا يدفعني أيضا دكتور للسؤال عن شكل الشراكة بينكم وبين بقية المؤسسات المدنية. نعم، نحن طرحنا نفسنا في بداية تشكيل هيئة الإصلاح كهيئة شعبية لا تسعى لأي منصب ولا تسعى لأي طموح، هذا الأمر ربما يطمئن الجميع أننا نسعى للارتقاء معهم والتعاون معهم إلى الوصول إلى درجة أفضل. أدبيات هيئة الإصلاح ندعم المجلس التنفيذي اللي هو دار مجلس المحافظة، لدينا علاقة جيدة جدا معهم ونسعى معهم إلى الوصول إلى مجلس محافظة قوي وفعال. عندنا مثلا دار العدل وهي الهيئة القضائية في حوران، لدينا وثيقة تفاهم معها، نسعى للمساهمة في الارتقاء بعمليها وتصحيح أخطائها، نحن لدينا كامل معهم أيضا. نعم، طيب دكتور ماذا عن الفصائل العسكرية؟ تحدثت عن شكل شراكتكم مع المؤسسات المدنية، ربما يكون الجانب الأصعب في عملكم وأهدافكم هو في التعامل مع الفصائل العسكرية. نحن انطلقنا من مبدأين يعني في تعاملنا مع الفصائل العسكرية. المبدأ الأول هي الإصلاح عندما أصبح لها اسم بارز، لا يمكن أن تغفل على أن نحن ثورتنا بالنهاية هي أصبحت ثورة مسلحة، هذا أمر لا يمكن أن نغض النظر عنه. الأمر الثاني الفصائل العسكرية أبناؤهم بجميع تسمياتهم وبجميع توجهاتهم هم أبناء حوران، ونحن هيئة إصلاح في حوران نقف على سوية واحدة منهم جميعا، نحاول أن نصحح أخطائهم، نحاول أن ننصحهم، ونحاول أن نرتقي بهم، عسى أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بالفرج القريب والنصر العاجل. نعم، هذا أيضا يدفعني لسؤال آخر دكتور، يعني ربما هذا الذي تحدثت عنه والظروف التي أدت إلى عسكرة الثورة بهذه الطريقة أدت يعني إلى انزواء دور المؤسسات المدنية بشكل كبير، هل تراهنون على عودة نشاط المؤسسات المدنية لتكون أيضا في موقع الصدارة فيما يتعلق بإدارة المجتمع في المناطق المحررة؟ والله هذا الأمل الذي نسعى إليه وهذا الهدف الذي نسعى إليه، خصوصا أن يعني يمكن أن تقول أن جبهات القتال مع النظام أصبحت متقدمة نوعا ما، هناك مناطق محررة وآمنة ومستقرة منذ فترات بعيدة، نسعى مع القائمين على جعلها مناطق مدنية وإدارة مدنية بشكل جيد. بصراحة هناك تجاوب كبير من الفصائل العسكرية بهذا الخصوص، لكن منظمات المجتمع المدني كما قد تعلم سيدي أن يعني بحاجة لكثير من التطوير وبحاجة لكثير من الدعم المادي المالي المستقل غير المسيس لتستطيع أن تقوم بدورها، وهذا الأمر الذي يحملها يجعل على عاتقها كثير من الأعباء لا تستطيع أن تقوم بمسؤولياتها. نحن وهم في خندق واحد نسعى إن شاء الله أن تتمكن منظمات المجتمع المدني بقيادة المجتمع الحوراني. نعم، بالحديث عن الصعوبات التي تواجهكم، أهم العقبات والصعوبات التي تواجهونها في سبيل تحقيق أهدافكم ما هي بالضبط؟ نحن هيئة الإصلاح الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالقبول، ومن إكرامه لنا بالقبول عم يسر لنا أمرا الحمد لله رب العالمين، يعني دروبنا خضراء دائما الحمد لله،
لكن الصعوبات الموجودة عندنا هي الصعوبات الموجودة للمجتمع الحراني كله، وربما الثورة السورية كلها. هناك انعدام أمن، هناك فوضى في انتشار السلاح، هناك مشكلة يعني مشكلة انعدام الأمن، مشكلة المخدرات. الشكل أظن هذا رأي شخصي، يعني ممكن يكون رأي الهيئة. الصعوبة الأولى هي صعوبات المالية غير المسيسة، يعني نريد دعم مالي غير مسيس لكل مؤسسات المجتمع، لكل مؤسسات الثورة. نعم. طيب دكتور، هل ضمن هذه الصعوبات تندرج طبيعة المجتمع الحوراني القبلية والعشائرية؟ هل هذا النمط من المجتمع علاقة بهذه الصعوبات أيضا؟ هو بصراحة ليس هناك دور في تعقيد المهمة، بالعكس هناك نحن سخرنا العشائرية والقبلية، سخرنا الجانب الإيجابي من العشائرية والقبلية، الحمد لله من الله علينا بهذا الأمر. تعرف كما قلت لي أن المجتمع الحوراني مجتمع قبلي مجتمع عشائري، هذا صحيح، أخذنا الجانب الإيجابي. الآن هيئة الإصلاح تمثل وجوه حوران، وجوه الإصلاح، ولا شك أن كثيرا منهم من وجوه القبائل، من وجوه عشائر حوران. وفي سنة وشهرين من عمل هيئة الإصلاح لم نجد إلا كل تجاوب من عشائر حوران. أعود وأقول أن العشائرية إلى الآن في هيئة الإصلاح في الحوران هي عامل إيجابي ومساعد وليس عامل سلبي، ونسعى سبحانه إن شاء الله إلى استثمار هذا العامل. نعم، هذه الخصوصية التي تتمتع بها حوران بالإضافة إلى بعض المناطق المحررة الأخرى، في ضوئها هل يمكن نقل تجربة هيئة الإصلاح في حوران إلى بقية المناطق المحررة في سوريا؟ والله لا أستطيع أن أقول لك ذلك، يعني نحن على استعداد للتعاون مع باقي المناطق المحررة في سوريا لكي يستفيدوا من تجربتنا، إن كان هناك ضمن خصوصيات بيئاتهم ما يسمح لهم باستنساخ هذه التجربة. لكن لا أستطيع أن أحكم لك أن تجربة هيئة الإصلاح في حوران يمكن أن تنجح في حلب مثلا أو في ريف دمشق، هذا أمر والله لا أستطيع أن أقول لك عليه. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور أشرف الحريري الناطق باسم هيئة الإصلاح في حوران، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع، هذه تحية من فريق البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.